بينورني ويشرفني الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي. استاذ سعيد منورنا ومشرفنا. اهلا بيك استاذ امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله انا بخير. كل سنه وانت طيب وكل مشاهدي الاهلي بخير. دايما بتبقى فقره مميزه وانت معايا في الحقيقه يعني. انا سعيد دايما بوجودي معاك. ربنا يخليك. طبعا يعني في كلام كتير قوي في الاخبار المحليه والعالميه، هبتدي بيها لان كان عندنا بعض العناوين قبل الفاصل هنعلق عليها مع بعض، وبعد كده نتكلم بقى بشكل مفصل عن النادي الاهلي واستعداداته لمباراه اطلع بره ان شاء الله. خلينا نبتدي بوابه فيتو اللي بتقول ان في مؤتمر صحفي للجبلايه عقب عيد الاضحى للكشف عن المدير الفني، زي ما انت شايف العنوان كده قدامنا. ملف المدير الفني احدى الملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه فيما يتعلق بالمدير الفني القادم لمنتخب مصر. الاخبار او المعلومات اللي ممكن تكون عندك بتتمثل في مين المدير الفني؟ الملف فعلا هيتحسم بعد عيد الاضحى المبارك؟ خلينا اقول ان احنا رغم قبل حتى الاستقرار على فكرة اللجنة المؤقتة اللي هتدير شؤون الجبلية خلال الفترة المقبلة وحتى ما قبل الانتخابات، كان الشغل الشاغر للمسؤولين خلال الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة هو المدير الفني للمنتخب الوطني. طبعا. المعلومات اللي عندي والمتأكد منها تماما أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو الأكثر إصرارا وتمسكا بفكرة الكابتن حسن شحاتة. هو الراجل كابتن حسن شحاته. هو طبعا بس عشان الناس تبقى فاهمه، المدير الفني وطني خلاص، هو الموضوع منتهي. هو الصراع ما بين كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، في ناس خرجت من الصوره زي كابتن احمد حسام ميدو وطلعت يوسف خرجوا من الصوره. خرجوا من الصوره. كابتن حسام حسن ايضا خرج من الصوره. الكلام كله في اطار الثلاثه، حسام البدري، ايهاب جلال، كابتن حسن شحاته. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مصر على كابتن حسن شحاته لانه له التجربه السابقه وكان هو السبب في اختيار حسن شحاته في 2006 لما كان عضو اتحاد كوره وقدم دراسه قال فيها ان المنتخب الوطني او المنتخب المحلي هو الانسب في القاره الافريقيه. كويس. وعدد امثله وقتها لتجارب ناجحه المدرب المحلي يعني. هو دلوقتي متحمس جدا ومصر على فكره كابتن حسن شحاته، رغم ان في اعتراضات كتير او رغم ان في ناس كتير بتنصحه بان كابتن حسن شحاته مش مناسب للمرحله. في رؤى ثانيه طبعا مع كابتن حسام البدري، فرصه قويه جدا جدا، هو فرصه الاقوى حتى الان. يعني فرصه قويه جدا يعني لما المسؤولين بيتكلموا بشكل فني مع الناس المتخصصه في الامور الفنيه بيكون الاختيار الاول حسام البدري. تمام. لكن زي ما قلت لك كان الوزير الدكتور اشرف صبحي مصر او شايف ان حسن شحاته مش قادر يستمع حتى للنصائح او بيعتبرها ان هو في فتره من الفترات لقى نفس الاعتراضات. يعني في 2006 الوحيد اللي كان بيدعم اختيار اشرف صبحي كان الدكتور عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكره وقتها، كان كل اعضاء اتحاد الكره اختيار كابتن حسن شحاته. في 2006 كابتن حسن شحاته مش دكتور اشرف صبحي. لا اختيار كابتن حسن شحاته. يعني اختيار دكتور اشرف صبحي لحسن شحاته كان بيلقى دعم من عصام عبد المنعم فقط. تمام. دون ذلك كان كل اعضاء الاتحاد بيرفضوا، فهو شايف ان الاعتراضات اللي بيشوفها دلوقتي عاديه عادي هتكون زي 2006 وانا هنجح. لكن هو يعني انا التقدير الشخصي هو لا يدرك حجم الاختلافات ما بين 2006 وما بين دلوقتي. يعني هو انا لما تيجي تكلمني انت تفضل حسن شحاته ولا لا، هقول لك لا. انت نفسك شايف كابتن حسن شحاته؟ شايف كابتن حسن شحاته لا. ليه؟ لان انا الظروف اللي جه فيها كابتن حسن شحاته كانت تناسب المرحله اللي هو جه فيها. بالظبط. بمعنى ان احنا حاليا انت هتتفق معايا وكل المصريين هيتفقوا معايا ان احنا محتاجين تكوين فريق جديد. طبعا. منتخب جديد. طبعا. لكن كابتن حسن شحاته هو رجل تسلم منتخب جاهز، بمعنى ان هو كان عنده اعظم جيل في تاريخ الاهلي او واحد من اعظم الاجيال. خليني اختلف معاك شويه. هنختلف. لان في 2006 ما كانش المنتخب جاهز ولا حاجه، هو اولا تولى تدريب المنتخب اعتقد في 2005 في 2005 بعد هزيم ترديلي. بعد ما ترديلي مشي. لكن ترديلي كان نفس الامور الخاصه باجيري دلوقتي، كان سايب منتخب مش قوي جدا. تمام. منتخب العناصر حتى اللي تم اختيارها من قبل كابتن حسن شحاته انا اتفق معاك ان هي كانت متالقه في النادي الاهلي، هم ابرز. تمام. العناصر ساعتها ابو تريكه، محمد شوقي، بركات، كل النجوم دي، حسن مصطفى، كان في عدد كبير جدا، الحضري، النحاس، والجمعه، كل الناس دي. تمام. كان دول موجودين في النادي الاهلي، لكن كان الاختيار ايضا من مين؟ من كابتن حسن شحاته. لكن هو ما تسلمش منتخب بالتشكيله جاهز او ما غيرش فيه او ما عدلش سليم. فيه لا. صحيح. هو عدل. صحيح. انا بكلمك على فكره القوام المتاح. تمام. انت كابتن حسن شحاته تسلم قوام من منتخب 2001 ومنتخب 2003، منتخب اللي حقق البرونزيه اللي كان فيه حسام غالي ومحمد شوقي، ومنتخب 2003 منتخب الشباب 2003 اللي صعد متعب وعمرو زكي وحسن عبد الرب واحمد فتحي. فهنا كان القوام متاح وجاهز، وكان الاهلي في المرحله ديت بيبتدي يبني فريق من 2004 2005 الاهلي بدا يبتدي. فلما وصل كابتن حسن شحاته ل 2006 كان الاهلي بيعيش فتره عظيمه جدا واستمر ل 2010. فهنا القوام كان متاح. طب حاليا هل في قوام متاح؟ احنا من 2013 ل 2020 2019 مفيش منتخب شباب صعب
فعلا صعد كاس عالم. فهنا البنيه او الخامه اللي كانت موجوده عند كابتن حسن شحاته مش متاح حاليا. انا بشوف كابتن حسن شحاتي فقير او ضعيف في فكره الابتكار، فكره ان هو يخلق. طبعا مع احترامنا وتقديرنا الكامل للكابتن حسن شحاته، بتكلم دي رؤيتي، ونجم كبير جدا، واولا صحيح حقق القاب مع انديه، وانديه كانت في الوقت ده مش قويه جدا زي ما قولين، خد بيه السوبر وكاس مصر، وقدر ان هو يحقق ثلاث القاب متتاليه لبطوله الامم الافريقيه، حاجه كانت اعجازيه في صحيح. فيبقى تاريخ كبير طبعا، لكن ممكن يكون من وجهه نظرك ان مش ده وقت الكابتن حسن، مش ده وقت كابتن حسن. يعني لما ترجع برضه بالذاكره، لما احنا بدينا طرق اللعب واستغنينا عن فكره الليبرو في 2010، كابتن حسن شحاته واجه مشاكل كتير جدا، ما عرفش يلعب بالمنتخب، هلعب بالليبرو ولا من غير الليبرو، لما الانديه اضطرته لتغيير الطريقه كان هو فكره التغيير عنده مش مستجيب ليها. فدي مشكله من المشاكل اللي بتقول لي ان هو في مع مراحل التغيير بيبقى في مشاكل. ايضا في فكره مهمه جدا، ان انا بشوف بشكل شخصي كابتن حسن شحاته انتقل لمرحله المستشاريه، بمعنى ايه؟ هو راجل اصبح بحكم سنه وبحكم خبراته ما عندوش القدره انه يغوص في تفاصيل التفاصيل. المدرب اللي مش بيخوض في كل التفاصيل ويبقى قريب من كل لاعب في كل حاجه بيبقى المهمه صعبه جدا. يعني انت شايف ان الافضل يكون اتجاه للشباب شويه؟ انا مش كابتن حسن بدري مش شاب يعني، لكن يعتبر، لكن ما زال عنده الشغف وما زال عنده الحافز انه يعمل حاجه، ما زال عنده الرغبه، يعني واحد من الناس اللي يقدر يقدم جديد. لو اتكلم عن كابتن حسام بدري، ايضا عنده امتزاج كتير. انت مع اتجاه كابتن حسام بدري طالما مدرب مصري وفي اطار الاسماء المتاحه، يبقى كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري يعني اشتغل في ظروف مشابهه لدي لما تولى فريق الاهلي بعد مستر مانويل جوزيه. الاهلي كان جيل ذهبي بيبطل كابتن ابو تريكه وكابتن بركات وكابتن وائل جمعه، كان عناصر كتير بدات تنهي مشوارها. فهنا كان وهو بيعتمد على شباب وهو ما عندوش القوام الكامل ان يستمر، قدر يبني وقدر من خلال، لو تفتكر مرحله شهاب ومرحله شكري وعفروتو، ثم ضم جده وليد سليمان وعبد الله السعيد، قدر يكون الفريق. فهو الراجل هنا عنده قدره على التكوين والعمل بعد المحطات او المطبات الصعبه، يعني طبعا. دي كررها ايضا في الولايه الاخيره مع الاهلي، لما جه تسلم فريق كان خسران الدوري والكاس، وكان في مشاكل فنيه كبيره جدا، قدر يستعيد الاهلي من جديد وحقق ارقام قياسيه. فهنا هو الراجل هنا بيستطيع العمل في ظل الظروف الصعبه، بيقدر يبني، اعتقد انه يعني انسب، يمتلك الاستراتيجيه اللي تخلينا في المرحله ديت يقدر يعمل شغل كويس. كمان طريقه لعبه كابتن حسام البدري مش هو المدرب الثوري او المقامر اللي بيبالغ قوي، ولا هو المدرب المتحفظ جدا. يعني انت دايما تلاقي حسام البدري موجود في اي حته، يعني فريق هيستحوذ هيمتلك الكوره، عنده اتزان، لكن ما بيتلوش دي المدرسه البرتغاليه اللي احنا ممكن التزام فني، يعني التزام خططي داخل الملعب. فاعتقد ان المدرسه دي يعني احنا محتاجينها في التوقيت ده، التوقيت اللي هو مرحله انتقال. طيب دي مميزات كتير عند الكابتن حسام البدري، وما حدش يقدر يغفل هذه المميزات وبطولاته مع النادي الاهلي ومسيرته التدريبيه المميزه صحيح. في الحقيقه، لكن في المقابل البعض بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو فشل ذريع مع المنتخب الاولمبي، وكان عنده عناصر مميزه جدا، ودي حقيقه، كان عنده عناصر جامده جدا صحيح. بس ما قدرش ان هو يتاهل للاولمبياد، فالبعض بيربط هذا الفشل بامكانيه فشله مع المنتخب الاول. صحيح. طيب امكانيه فشل اي مدرب في العالم في واحده من تجاربه دي وارده جدا، عشان نبقى معترفين او متفقين، دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش عايز ارجع لظروف البطوله، التصفيات والملاعب اللي اتلعبت فيها والشكل والمشاكل اللي كانت موجوده. انا بس عايز اسال المعترضين او اللي بيتكلموا في النقطه دي بالتحديد، كم لاعب من هذا الجيل، انا بشوف ناس كتير جدا بتقول ان كان جيل قوي جدا، كم لاعب من هذا الجيل استطاع الاستمراريه وان يحقق نفسه وان يكون لاعب قوي جدا ويكون مؤثر في المنتخب الاول؟ يعني جيل كان مع كابتن حسام البدري، كم لاعب من اللي لعب البطوله حاليا هو عمود رئيسي في منتخب مصر؟ رئيسي؟ لا، مفيش. يعني هو لو دورت هتلاقي ممكن كهربا مثلا افضل لاعب في الفريق، يعني انا صلاح جمعه، صلاح جمعه، والاثنين رمضان صبحي مش في الجيل ده بعده، يعني رمضان ممكن تصعد بعدها، لكن انت لما تبص على كهربا حاليا بالاساس هو مش عمود في منتخب مصر. صلاح جمعه مر فترات مشاكل في النادي الاهلي وما استمرش. لما نتكلم عن جيل قوي، هو بس انا عايز اقول لك على حاجه برضه، ما هو كهربا مش عمود في منتخب مصر بناء على اختيارات سيئه من المدير الفني وقبله، وصلاح جمعه بناء على اختيارات سيئه. لا مش، لا قبله كان موجود، صلاح جمعه صلاح جمعه حتى في النادي الاهلي، هل جمهور الاهلي كان راضي على فتره تواجد صلاح جمعه طوال الثلاث سنوات قبل الست شهور دول؟ لا يعني طوال، احنا بنتكلم، شوف كابتن حسام بدري كان بيلعب في بطوله التصفيات من اربع سنين تقريبا، فخلال الاربع سنين دي ما فيش ثلاث اربع لعيبه من المنتخب ده قدروا يثبتوا انهم عندهم الشخصيه وانهم ياكدوا ان يعني الموضوع كان متعلق باللاعبين. انا شايف ان كان في مشاكل في اللاعبين، يعني افكرك بحاجه من الحياه، يمكن جمهور الزمالك وقتها هاجم كابتن حسام بدري بشده لانه ما لعبش المهاجم محمد سالم،
وان حول كريم نيرفيد لمهاجم وقتها وازاي محمد سالم ما يلعبش عشان زملكاوي ما يلعبش. اين محمد سالم اللي كان في الزمالك وقتها؟ محمد سالم مش موجود اساسا، كان كل الدنيا بتتكلم عنه عايز يلعب. كانت الخيارات هي موجوده كده، هو اضطر يعمل لبعض التغييرات في الشكل. حاول كريم نيرفيد لمهاجم في بعض الاوقات، ما كانش عنده مهاجم صريح. الملعب اللي كان بيلعب عليه لو رجعت له تاني دلوقتي هشوف الشكل كان عامل ازاي. هو كان محتاج هدف واحد عشان يصعد، ما حصلتش. لكن في النهايه خلينا نقول ان وارد جدا انك تخسر تجربه، لكن باقي التجارب سواء في المركز السوداني سواء مع النادي الاهلي واحد واثنين حقق نجاحات كبيره جدا. هو شخصيه وفي ليبيا اعتقد نجح، وفي ليبيا نجح ايضا حتى في الفتره القصيره اللي كان في انبي قبل ما يعود للاهلي كان ناجح فيها ايضا في 8 مباريات حقق 6 مكاسب وتعادل وهزيمه واحده. تمام يعني في كل الاحوال نتمنى اختيار الانسب يعني، واي حد هيمسك منتخب مصر اكيد هندعمه ونسنده، لان احنا اكيد بندعم دايما منتخب مصر، المدير والفني لاعبته الموجودين، ده الشيء مؤكد يعني. طيب نروح لخبر اخر من سوبر كوره برضو. بيقول ايه؟ مفاوضات بين اتحاد الكره والشركه الراعيه لإقامة مباراة السوبر خارج مصر. اتحاد الكرة كان من يومين ثلاثة كده قال إن خلاص ماتش السوبر مش هيبقى في استاد القاهرة عشان استاد القاهرة مش جاهز، في تعديلات وصيانات صيفية وكل هذه الأمور، فبالتالي دلوقتي مفاوضات على المكان اللي هيستضيف مباراة السوبر. احنا عارفين إن ميعاد مباراة السوبر هيكون يوم 18/9 قبل انطلاق الموسم الكروي بتحديد الدوري المصري بيوم مباشرة، اللي هيكون في يوم 19/9. شايف الموقف ده إزاي وإيه الأقرب؟ الاقرب ان احنا المباراه تكون بره مصر. أوكي. في الامارات. لكن المفاوضات مثلا على مكان معين؟ اعتقد المفاوضات جاريه على الامارات، والامارات هي الاقرب. الامارات هي الاقرب لاستضافه مباراه السوبر. واعتقد برضو اظن ان فكره ان احنا ناخد السوبر بره مصر دي شيء جيد جدا. كل دول العالم دلوقتي اتجهت انها تلعب السوبر في بلدان مختلفه، امور تسويقيه ان انت بتوسع نسبه المشاهده عندك. ايضا ابو ظبي داخله بقوه انها نفسها تشارك في نقل الدوري المصري، فاهتمام العالم حوالينا بالدوري بتاعنا ده شيء ايجابي جدا، واحنا المفروض نشجعه ونحفز ده. ده اكيد. طب هل ده ممكن ما يزنقش الوقت شويه؟ لان انت هتسافر قبل الماتش بكذا يوم، وبعد كده ترجع بعد ما تخلص الماتش ترجع، وانت بالاسبوع الاول هيكون ابتدى في بطوله الدوري، فممكن يتم تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في الاسبوع الاول وكل هذه الامور، فنشوف ونعيش نفس القصه اللي عشناها السنه اللي فاتت. اعتقد ان الاهلي والزمالك بقى عندهم مناعه تجاه الظروف دي، الاهلي والزمالك بالتحديد خلاص في السنة. انديه ما بترتاحش، بس للاسف الظروف دي برضه بتؤدي لخساره القاب. يعني الاهلي خسر بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل مؤسف شويه بسبب اللي حصل يعني. حقيقي سوء التنظيم طبعا اضر، لكن احنا ربما تكون دي المحطه الاخيره في التخبط. يعني احنا بنلعب السوبر الموسم الماضي في موسم جديد، فده بيقول ان احنا كنا بنعيش مرحله صعبه جدا مع لجنه جديده واداره جديده. نامل ونتمنى ان الوضع ده ما يتكررش، نامل ان احنا نبقى عارفين من بدري جدا امتى هنلعب السوبر وفين، ونامل ان لعيبتنا تاخد وقت كتير كافي من الراحه عشان تقدر تلعب في الموسم الجديد. طيب اللي يمنع ان السوبر يتلعب في ملعب تاني غير استاد القاهره؟ هل ان السوبر عشان يبقى في مصر لازم في استاد القاهره؟ ليه ما نلعبش مثلا في برج العرب، ما تلعبش في اي ملعب تاني جاهز؟ عندك الدفاع الجوي ملعب مميز، عندك ملاعب كتيره جدا دلوقتي في مصر، السلام عندك ملاعب كتيره جدا في مصر. يعني تقديري الشخصي ان الازمه مش ازمه ملعب، هي الفكره هو الاتجاه تسويقي. تسويقي والاتجاه التسويقي فبره مصر، لكن الملعب لا، اعتقد ان احنا عندنا اكتر من ملعب بعد امم افريقيا اللي خلصنا من شهر. طبعا كمنظر حقيقه ممتاز. احنا نقدر نستضيف يعني 5 سوبر 6 سوبر في مصر، مش سوبر مصري بس، ممكن نستضيف سوبر اوروبي، احنا نستضيف كاس عالم كمان. صحيح. في الحقيقه والله بجد مش مبالغه، لان احنا عملنا بطوله رائعه جدا تنظيميا وبنيه تحتيه في منتهى الروعه يعني. ولازم نشكر على طول كل المسؤولين اللي قاموا على تنظيم بطوله الامم الافريقيه، دايما لازم نشكرهم، لان المنظر كان مفرح في الحقيقه. طب نروح لخبر اخر من موقع الكابتن. موقع الكابتن بيقول ايه؟ ده تبعك؟ قال ايه موقع الكابتن؟ قال سمير محمود عثمان رئيسا للجنه الحكام خلال الساعات المقبله. ما جبتوش موقع الكابتن يا جماعه. طيب هو الاقرب فعلا؟ ده كان انفراد زميلنا رامي رجب من باتصال شخصي مع الكابتن سمير. قال له فعلا ان هو تلقى اتصال من مسؤولين اتحاد الكوره. تلقى الاتصال امتى؟ اول امبارح. اول امبارح وتم الاتفاق بشكل كامل على ان هو هيكون موجود. شخصيه ممتازه في الحقيقه جدا، سمير محمود عثمان شخصيه ممتازه، صاحب خبرات وقادره على التعامل مع المواقف الصعبه. انا بشوفه اختيار مثالي في التوقيت ده، واتمنى له التوفيق طبعا. شايف ان هو يقدر يعدل ان شاء الله باذن الله المسيره التحكيميه اللي كان عليها لغط كبير جدا على مدار الدوري السنه اللي فاتت، وهل ممكن هو يساعد في موضوع استخدام الفار؟ هو هيساعد اكيد، هيطالب يعني في موضوع الفار. هل اتكلمتوا معاه في الجزئيه؟ مفيش فار موضوع مفيش في مصر. طيب تطوير مستوى الحكام المصريين؟ تطوير مستوى الحكام عندي امل كبير جدا انه يكون موجود، لكن انا شايف ان
مش طول الوقت لازم نقول الازمه عند الحكام نفسهم او اشخاصهم. يعني احنا محتاجين شويه نخفف من تعصبنا. كويس. الخطاب الاعلامي تجاه الاخطاء التحكيميه لازم يكون فيه انضباط شويه. مش بعد كل مباراه كل خاسر يحمل التحكيم خسارته. وارد جدا ان بيحصل اخطاء تحكيميه، وارد انها بتتكرر، شفنا بطولات بتتغير بسبب في كل حته في العالم لحد دلوقتي بتحصل حتى وفي وجود الفار. احنا في مصر الخطاب حاد جدا. الجمهور متعصب بشكل كبير جدا، وغزه ده الصفحات وغزه ده بعض البرامج. في نفس الوقت الاخطاء التحكيميه كتيره جدا برضه. ما في كل مكان الاخطاء التحكيميه بس كتير. لا عندنا الموضوع كبير شويه برضه. لا انا اعتقد ان الاخطاء التحكيميه في مصر اقل كتير جدا من اماكن تانية. انا بشوف ده زي ايه؟ زي اماكن زي مين؟ زي الدوري الانجليزي. النهارده في حكام في الدوري الانجليزي 47 سنه بيحكم. أوكي. شعره شايب وجسمه تخين. اوكي حلو حلو ما عنديش مشكله. بس موجود. الاخطاء في الدوري الانجليزي قليله مش كتير. لا اخطاء كتير جدا. لا اخطاء كتير. لما تيجي تقارنها بالدوري المصري هتلاقيها قليله جدا. طيب انا لو رجعت للموسم الماضي هتشوف ليفربول حقق 12 نقطه من اهداف تسلل. 12 نقطه كانت يعني فرقت في مشوار البطوله لحد اخر لحظه. الفريق بينافس على اخر لحظه ب 12 نقطه في اهداف تسلل. اوكي محمد صلاح سجل هدفين تسلل. بس بيبقى اهداف فيها مثلا شك شويه، في بعض منها بيبقى واضح والبعض منها بيبقى فيه شك. فرق حاجات بسيطه. في ضربات جزاء كتير جدا محمد صلاح يعني كان في حمله ضده ان هو ممثل في ضربات جزاء. بس هي ضربات جزاء صح. كنت متابع قوي. بس لحد النهارده اكتر من 60% من الجمهور هناك شايف ان دي مش فاهمه. ماشي بس الاخطاء هناك مش كارثيه برضه. يعني انت دلوقتي لما تيجي هنا تجيب امثله لبعض الاخطاء للحكام، عندك ابرز مثال في الدنيا كلها الكره بتاعت ماتش الانتاج الاهلي والانتاج بتاعت وليد ازارو ده كان. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الكابتن سمير محمود عثمان، طبعا الحكم الدولي الكبير. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن سمير، وكل سنه حضرتك طيب وصوتك الجميل يعني حاجه جميله بصراحه واستمتاع بيكم كلكم. منورنا يا كابتن سمير. هل اقتربت فعلا من تولي رئاسه لجنه الحكام باتحاد الكره؟ قول لنا الجديد ايه؟ بص يا كابتن امير، يعني بكل صراحه حتى هذه اللحظه انا بسمع زي حضرتك سواء في المواقع او في البرامج التلفزيونيه. تمام. انما لسه ما فيش اي حاجه رسميه ولا في اي حد كلمني لسه. انا متابع للاخبار ولسه ما فيش حاجه بصراحه رسميه او غير رسميه حد كلمني فيها. طيب في حالة ان حد اتكلم مع حضرتك يا كابتن سمير، هل عند حضرتك الحماس الكافي لتولي هذه المسؤولية الصعبة جدا جدا والمهمة في نفس الوقت في الكرة المصرية؟ بصراحة يعني اتمنى طبعا لو ده سمي يا كابتن امير، طبعا شرف ليا ان اكون في مكان زي ده. وده هيجي تكملة للناس اللي سبقوني، كل اللجان اللي سبقوني بالناس اللي موجودة. تمام. عشان اللي عاوز ينجح في مكان يا كابتن امير ما يبتديش من الصفر. طبعا ما ينفعش حد يبتدي من الصفر، لازم تبتدي صح من الناس اللي كانوا لسه شغالين. تمام وفهم وصلوا للنقطه ايه وتكمل عليها. وانت بقى الخطط بتاعتك ومع الموارد المتاحه اللي تقدر تشتغل بيها. انما زي ما حضرتك قلت هي مسؤوليه صعبه جدا. بس طبعا بتبقى سهله في حاله واحده، لو الحكام داخل اللجنه او خارج اللجنه بيتفقوا معاك وبيساعدوك. طيب مفيش واحد يقدر ينجح في مكانه. اكيد. طيب كابتن سمير، حتى الان حضرتك ما توليتش المسؤوليه، لكن في حال توليك المسؤوليه ان شاء الله بشكل رسمي، ايه ابرز الملفات او ابرز الامور اللي هيتم العمل عليها لتطوير مستوى التحكيم المصري؟ وحضرتك اكيد كنت متابع بشكل كبير جدا الاخطاء التحكيميه الكبيره على مدار الموسم الماضي. بص يا كابتن امير، السؤال بتاع حضرتك ده صعب جدا ومهم جدا في نفس الوقت. تمام. الموضوع مهم جدا. احنا عندنا حاجتين. اول نقطه لازم انت تدير المسابقه بشكل كويس وتبقى طرف جيد لنجاح المسابقه. طبعا. تمام. النقطه الثانيه حضرتك عندك لازم تبقى في خطط متوسطه الاجل وقصيره الاجل عشان تقدر تبني حكم. اكيد. الحكم الجيد اللي تطلعه يعني افضل لجنه في الدنيا ممكن في الموسم تطلع عدد حكم واحد بس. انت لو اللجنه في الموسم طلعت حكم واحد او اثنين تبقى اللجنه دي انجزت. طبعا عندك مسؤوليه كبيره جدا، انت لازم تعتمد على الحكام الموجودين اللي هم اللي بيحكموا وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تقدر تساعدهم. مع طبعا بشرة الوجوه الشابه الجديده، ازاي تحقق رقم واحد مساعده بين الانديه والاعلام. كل نادي طبعا عنده الفرقه بتاعته تكسب. تمام. مش هيستحمل الاخطاء الحكام. وعندنا في نغمة على طول بنقول ان الحكم خطا بشر وبيخطا. طبعا الحقيقه دي حقيقه بس الناس مش متقبله. يعني الناس بيقول لك الحكم هو اللي بتاع استفدت ايه. هو لازم يفهم ان الحكم فعلا ما عندوش تعمد
والدليل على كده يا كابتن الدليل انت عندك المهاجم مثلا المفروض في كل كوره يحرز هدف صح ولا غلط؟ طبعا الناس كلها بتشوف كده هو اخطا لعدم توفيق طبعا الموضوع كبير جدا يتطلب يعني كل الناس قاعد القائمين في اللجنه سواء فلان جه او اي حد ثاني جه مساعده عمليه لازم تبقى في اتحاد كوره قوي جدا معاك ودعمك دعم قوي جدا صح صح عشان تبقى في العقاب والثواب سواء على اللعيبه او المدربين او الحكام. طيب كابتن سمير حضرتك بتشوف اخطاء الموسم الماضي بالنسبه للحكام المصريين، هل دي متعلقه بعدم التوفيق ولا دي امكانيات الحكم المصري؟ ولو دي امكانيات الحكم المصري كيف يتم تطويرها؟ تمام الاخطاء معظم الاخطاء اللي حصلت كابتن امير السنه فاتت اخطاء عدم التركيز. عدم تركيز. عادي عدم التركيز يعني فيها مباريات يعني والحكام الكبار كانوا بيحكموا فيها ما كانش في تركيز الاخطاء كانت واضحه جدا الحكم للاسف ما كانش مركز. ايه هو التطوير بتاعها؟ التطوير واضح جدا لازم الحكم رقم واحد يبقى لابسه بدنيه عاليه جدا ياخد ذهنيه عاليه جدا لازم يبقى مركز في كل المباريات ويهتم بالمباراه بتاعته فقط ما يهتمش وفلان هيقول ايه بعد الماتش عليه ايه الاجهزه الفنيه اللي هتهاجمه او مش هتهاجمه المفروض كل حكم عنده مباراه يركز فيها فقط. اما بالنسبه للتطوير لازم يبقى في طبعا لجان تطوير شغاله في لجنه الحكام لازم برضه يتم اعاده النظر فيها هل هدفها ايه؟ هدفها انها تطور من اداء الحكم الموجود ولا تطور اداء حكم لسه صاعد تستفيد بيه كل المباراه اللي جايه. طيب يا كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله اتمنى لك كل التوفيق في حاله توليك رئاسه لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم لانه في الحقيقه قيمه كبيره جدا يا سعيد اكيد تتفق معايا الكابتن سمير محمود عثمان واعتقد هو ابرز الاسماء المرشحه بجانب الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال الغندور كمان. انا زي ما قلت لك رغم اني في كابتن سمير لكن انا عندي معلومه كامله ومتاكد منها وعلى يقين تام منها ان كابتن سمير تم الاتصال بي وكان الخلاف في البدايه انه كابتن سمير شغال في قناه نادي او تبع نادي فكان رد المسؤولين ان كل الحكام الموجودين حاليا عملوا في قنوات وعملوا في برامج واشتغلوا في اكثر من مكان سواء في بيراميدز او في قنوات ثانيه او كانوا ضيوف في قنوات تبع الانديه فالجميع نفس الحظوظ لكن نفس يعني تنطبق عليهم نفس الشروط موضوع ان هو يكون موجود في قناه انديه هو طبعا كابتن سمير محمود عثمان بيجي قناه الاهلي بيحلل دي حقيقه صحيح. بس هو الراجل في الحقيقه حيادي جدا في بعض الامور مثلا ممكن يكون المذيع في معاه في الاستوديو يقول له دي كان موجود في قناه لا دي مش صحيح الاهلي الموضوع ده ملوش علاقه يعني كابتن جمال غندور او الشناوي اكتر من حكم مصري اشتغل في بيراميدز او اشتغل في قناه ثانيه فكان ده الرد وتم الاتفاق بعدها على ان كابتن سمير هو اللي يبقى موجود يعني هو الأقرب هو اللي موجود وهترجع تتصل بيا قريب تقول لي الخبر عندكم كان صحيح نتمنى ان شاء الله كابتن سمير محمود عثمان في الحقيقه مميز واي حد هيتولى في هذا المكان برضه لازم التدعيم ولازم ان احنا نسنده لكن مهم قوي ان هو يركز سواء كابتن سمير محمود عثمان او غيره سواء كابتن احمد شناوي كابتن جمال غندور يركز في كيفية حماية الحكم المصري بشكل مميز ومساندته بشكل أكبر وكيفية تطوير الأداء التحكيمي الخاص بالحكام المصريين لأن في الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة مع بعض الحكام المصريين مش في أحسن فترة دلوقتي صحيح في أخطاء كتير للأسف عندهم في عندك البعض القليل جدا المميز في الحقيقة لكن في نفس الوقت أنت عايز يبقى عندك قاعدة كبيرة من الحكام المميزين في مصر بشكل عام صحيح نستعيد سمعة الحكم المصري السمعة الفنية الممتازة قصدي يعني يمكن زي ما قلت لك طبيعي ان احنا محتاجين تطوير بالظبط ده شيء محتاجين شغل كتير جدا لكن لما كلمت كابتن سمير كل حاجة. اول حاجه قال لك ان انا محتاج مساعده من الانديه والجمهور ومسانده الاتحاد الكوره خلينا نقل لك شعور الحكام يعني انا انا من خلال مقابلتي مع اكثر من حكم من خلال اتصالاتي بيهم طول الوقت هم شاعرين بالضغط يعني في ناس بتمشي في الشارع فيهم مش عايز تمشي في الشارع من الجمهور هم شاعرين بالضغط لكن احنا عند كمصريين عندنا يقين ان احنا ما عندناش حكم فاسد لا طبعا لا الموضوع ده ما فيش نقاش فيه فده اهم شيء طالما انت عندك حكم انت واثق جدا في ضميره وفي ذمته فهنا الاساس سليم بنبتدي نشتغل ونبص لا احنا في خامات صاعده في ناس واعده كانت بتلعب في انديه وفي درجه ثانيه وثالثه وبدات تدخل المجال التحكيمي وبدات تقدم اداء جيد مقارنه بالتحكيم الافريقي حوالينا لا احنا انا شايف ان احنا عندنا الخامه اللي احنا لو اشتغلنا عليها بشكل جيد وفرنا لهم الاحتياجات الماديه والمعنويه وشعروا بالامان والحمايه مش اي حد يطلع ينتقد حكم او يشتمه او يقلل منه او يصخر منه لما توفر له الامان والحمايه دي
انا واثق تماما جدا انه تألق. هنا تتكلم عن تطويره فكره طبعا. بقى هبدا اطور ادواته. هو شاعر بالضغط هو شاعر طول الوقت بالضغط، شاعر طول الوقت ان هو بيوهان مفيش حد بيوفر له الامان، فطبيعي ان يكون في اخطاء وتتكرر الاخطاء. طيب نروح نتكلم عالميا شويه وافريقيا كمان، لان في بعض الاخبار الافريقيه معانا. نبتدي ببوابه الاهرام، نتكلم بالتحديد على محمد صلاح والقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح. وطبعا انت اكيد متابع الجزئية دي بالتحديد، واحنا عارفين قبل كده كان برضو في حرمان لمشجع من تشيلسي الانجليزي بعد ما قال هتاف عنصري ضد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، تم حرمانه للابد من حضور المباريات في ستانفورد بريدج. لكن في نفس الوقت تويتة كتبها مشجع لإيفرتون من مقاطعة الميرسي سايد طبعا اللي فيها ليفربول وإيفرتون، بتشوف الاهتمام بكيفية مواجهة العنصرية في الدوري الانجليزي ازاي؟ طبعا الناس دي يعني ما بتهزرش، يعني تخطوا العالم بمراحل بعيده جدا جدا. فكره ان انت ايفرتون طبعا ادان الواقع اللي هو عنده المشجع بتاعه يعني بيعمل المباريات، يعني ده شيء مهم ومميز. طبعا هتلاقي كل المسؤولين كل اللاعبين كل طبعاً. الاجهزه كل الناس بتتفق حوالين حاجه واحده بس، هي فكره الضابط والقواعد المحدده كويس. اللي ما يجب ان يخرج عنها اي شخص. ده النظام اللي بيخلي اي حد يختلف عن التاني. الفارق بين مكان ومكان اداره ونظام. هناك في نظام واضح جدا، قواعد واضحه جدا بتطبق على الجميع دون استثناءات كويس. ما بيفرقش ما بين شخص وشخص او نادي ونادي. فبنشوف ان اللي بيخرج عن النص بيعاقب عقوبات قاسيه جدا لدرجه حدمانه من ان هو يكون مشجع. يمكن كان حد بيسخر يقول خلاص طالما هو مش هيشجع تشيلسي يشجع ارسنال يشجع ارسنال وخلاص. فهي الفكره، شايف الموضوع فكره الاهتمام بالانسان من الاساس، الاهتمام بقيمه الشخص وفكره ان انت بتضبط كل شيء، ده امر مهم جدا. ف يعني احنا مطمئنين جدا على محمد صلاح وان الامور دي هتعدي زي طيب. احنا لسه مع محمد صلاح من بوابه الوفد، وبيقولوا محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام نوريتش في افتتاح الدوري الانجليزي. طبعا النهارده افتتاح البطوله الاقوى في الحقيقه على مستوى العالم، بطوله الدوري. النهارده محمد صلاح وليفربول هيواجهوا نوريتش سيتي في تمام الساعه 9 مساء على ملعب الانفيلد. بيقولوا التشكيل المتوقع، نقدر تعالى نقول مع بعض متوقع ايه؟ التشكيل الاعتيادي اليسون بيكر، ارنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، رينالدوم، اندرسون، نابي كايتا، صلاح، ماني، فيرميني. هو ده فعلا التشكيل الاقرب طبقا لبوابه الوفد. اليسون بيكر طبعا الحارس البرازيلي الكبير جدا المميز واللي فرق في الحقيقه مع ليفربول، روبرتسون من افضل اللاعبين الظهراء في انجلترا، ارنولد طبعا عمل اكتر واحد عمل اسيست الموسم اللي فات في الحقيقه، يعني مدافع عمل قدم اهداف الموسم الماضي. ماتب طبعا المدافع الكاميروني، فان دايك المدافع الهولندي الشهير طبعا ومرشح بقوه ان ياخد احسن لاعب في العالم بالمناسبه، هندرسون في نص الملعب بجانب فينالدوم، نابي كيتا، صلاح، فيرمينيو، وماني. هو ده التشكيل الاقرب لليفربول. طب نروح لنجم تاني محمد النني، الكلام كتير جدا عليه، هيستمر مع ارسنال ولا لا؟ لو كان في اتجاه ان هو يروح لاحدى الفرق في انجلترا خلاص الموضوع اتقفل، انتقالات اتقفلت امبارح. صحيح. هل لسه الموضوع قائم بالتحديد من بطولات؟ يقولوا النني قد يرحل عن ارسنال قبل نهايه الشهر الحالي. هو هيكون قائم بالنسبه لدوريات اخرى لان فتره الانتقالات صحيح حتى يوم 31 اغسطس. بتشوف الوضع بالنسبه للنني ازاي؟ بشوف ان النني قريب جدا من الخروج من ارسنال. قريب لانه ما بقاش يتحمل فكره ان هو يبقى اكتر من كده على الدكه وان هو ما يشاركش. اتاخر في الحقيقه، اتاخر جدا جدا. اعتقد انه قريبا جدا هيكون في دوري خارج انجلترا حتى لو على سبيل الاعاره. مانشستر سيتي جددت لجوندوجان من كوره، جوندوجان طبعا نجم الالماني ولاعب بورسيا دورتموند السابق وانتقل في 2016 ركيزه مهمه جدا في السيتي، لاعب مهم قوي خاصة بعد إصابة ثاني أصبح ما عندش عند جوارديولا ما عندوش خيار تاني لبرناردو سيلفا غير أن هو هيبقى جناح طول الوقت. فهنا أصبح ما عندوش في العمق غير ثلاث لعيبة، دي بروين، ديفيد سيلفا، جوندوجان. فأصبح جوندوجان مهم جدا والتجديد ليه جه في وقت مثالي جدا. بالنسبة لديفيد سيلفا هو ده آخر موسم ليه مع مانشستر سيتي، بالتالي جوارديولا إداله شرط الكابتن طول الموسم. تكريم يعني تكريم جدا ولافتات في الحقيقة مهمة قوي يعني طبعا. طيب نروح يلا كورة، ميسي يفوز بجائزة هدف الموسم بدوري الأبطال. أنهي هدف؟ الهدف اللي جابه في ليفربول، الهدف الثالث من ضربة ثابتة اللي حضراتكم شايفينه على الصورة ده. أعتقد هدف كان مهم أو كان جميل جدا، مش مهم يعني هو كان مهم وقف توقيتها، لكن ليفربول قدروا إن هم يرجعوا في الأنفيلد بيكسبوا 4-0، لكن الهدف جميل يعني ممتع. أنت بص شوف صورة لعيبة ليفربول وهي بتستمتع وهي رايحة فين، هم مش متخيلين الكرة كانت في مسافة بعيدة جدا، ما حدش تصور فيهم إن ممكن تروح بالقوه دي وبالشكل ده قدام مين افضل حارس مرمى في العالم هذا الموسم اليسون بيكر. في الحقيقه انا بشوف ان ميسي لو
المعيار هيبقى فردي، هيتوج بكل شيء، فردي افضل لاعب، افضل هدف، افضل اي حاجه. ميسي مش هينفع حد ينافسه على المستوى الفردي نهائي. لكن البطولات ايضا والنتائج الجماعيه هتؤثر وتقلل من فرصه السنه دي في صراع الكره الذهبيه. لكن ميسي يستحق كل شيء. في الجول ديفيد لويس اللاعب الارسنال بيسالوا يعني لاعب الارسنال بالنسبه لك ايه الامر اسهل بعد ما بات اوباميانج ولاكازيت في فريقي؟ يعني هو طبعا هنا بيقول ان الاثنين مهاجمين اقوياء جدا في الدوري الانجليزي، كان بيواجههم وهو في صفوف تشيلسي، دلوقتي الموضوع بقى اسهل بالنسبه له. اعتقد ان دي صفقه مفاجاه في الحقيقه جدا، بس هو كان عنده اصرار ان هو ينتقل من بدري، وكان بيتمرد يعني ما كانش بيتمرن، فكان عنده اصرار ان هو ينتقل الى ارسنال. اعتقد ان ارسنال مناسب اكتر لديفيد لويز باعتباره المدافع المهاجم، المدافع اللي بيحب يلعب كوره كتير، بيحب يحضر، بيحب يكمل ويسدد ويشارك كرات طوليه، الكوره بتطلع كمان من رجله صح كتير جدا، بيعمل الباص بناء الهجمه يعني. اللونج باص بيعمله بشكل كويس جدا. فارسنال بيلعب بالشكل ده مع امري، فاعتقد ان هو راح للاختيار اللي هو بيفضله، تشيلسي كرتها فيها دفاع اكتر او فيها التزام خططي اكتر، ممكن يكون ارسنال مرحله مناسبه لديفيد لويس. سبورت 360: باريس سان جيرمان يمنع عوده نيمار لبرشلونه. كلام كتير جدا عن نيمار الفتره دي، في نفس الوقت البعض بيقول ان ريال مدريد دخل على الخط بشكل قوي جدا، تتوقع ايه بالنسبه لنيمار؟ اتوقع بقاء نيمار في باريس سان جيرمان، مش بقاؤه بس اللاعب متمسك بالرحيل. هو متمسك بالرحيل، لكن ما فيش فريق هيقدر يدفع ايضا باريس سان جيرمان. بس ريال مدريد قدمت عروض، قدمت عرض لوكا مودريتش 120 مليون، فده عرض لا يرضي باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اللي خزينته تكلفت اكثر من 400 مليون يورو في ضم نيمار، فهو اقل شيء ممكن يقبله 220-250 مليون. هو بيشوف مودريتش لاعب خلاص اوشك على رصيده، اوشك على النفاذ، مش هيمثل ليه اي اضافه خالص، فهو بيسعى اكتر لحصد اموال كتير من بيع نيمار. فما اعتقدش ان في حد هيقدر يدفع اكتر من 200 مليون في التوقيت الضيق ده، وكمان ريال مدريد ضم نجوم كتير جدا وما عندوش استعداد انه يدفع اكتر، خاصه انه مازال. خليني اقول لك ان ريال مدريد كانت بتحاول تجيب بول بوجبا، موضوع اعتقد صعب قوي دلوقتي، رغم ان متاح ان هو يجيبه لان لسه سوق الانتقالات في اسبانيا مفتوح لغايه اخر الشهر، لكن في نفس الوقت في حاله فشل انضمام بول بوجبا فعندهم فرصه ان هم سواء يبيعوا مودريتش، يبيعوا خامس رودريجيز، وفي الاخر يجيبوا نيمار. انا عن نفسي بصراحه اتمنى ان نيمار يجي ريال مدريد، انا بحب، انا عن نفسي ما اتمناش نيمار يروح ريال مدريد لاني بحب برشلونه. لكن عايز اقول ان نيمار طبعا بالمستوى الفني هو اضافه لاي فريق في العالم طبعا، لكن طبعًا. لكن في المنظومات، المنظومه اللي محتاجه ضبط وربط، اعتقد ان نيمار مش مناسب مش مناسب ليها. منظومه زيدان مش محتاجه نيمار، انا شايف ان منظومه زيدان تحتاج لاعب اكثر انضباطا، محتاج محمد صلاح، هو دايما طبعا محتاج محمد صلاح، محتاج ساديو ماني، محتاج لاعب اكثر التزاما بشغل المدرب وعنده مركز طول الوقت. لكن نيمار في يناير هتلاقيه في عيد ميلاد شقيقته زي كل سنه، هتلاقيه في نص الموسم عنده اصحابه وبتاع، اخر اليوم بيحب يسهر في باريس، ما بيحبش يكمل في اسبانيا، بيحب ياخد الطياره او ياخد العربيه ويروح يسهر. فنيمار مش اللاعب مزاجي، مش بتاع ريال مدريد وبرشلونه. بمناسبه المنظومه بتاعت ريال مدريد، وانت بتقول ان نيمار ما يصلحش لهذه المنظومه، هو الكلام اللي خارج دلوقتي من اسبانيا ان بيريز مقتنع جدا بالتعاقد، اللي هو رئيس اللي هو رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مش مقتنع، وبيريز بيحاول يقنعه بهذه الصفقه وفي محاولات حتى الان، لكن هنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه بالنسبه لنيمار. اخر خبر من ضمن الاخبار اللي تعتبر عالميه، لكن هو خبر في الحقيقه خبر افريقي خاص بالاتحاد الافريقي اللي بيعدل لوائح دوري ابطال افريقيا. خليني اقولها لك، لوائح دوري ابطال افريقيا ده من دوت مصر بالمناسبه، يعني بيتكلم في ان ايقاف اللاعبين عن المباريات هيكون بعد الانذار الثالث مش الانذار الثاني، دي حاجه من ضمن الحاجات. اللعب خارج العاصمه هيكون طبقا للشروط، يعني احنا عارفين دي ازمه برضو بتواجه بعض الفرق في البطولات الافريقيه. الشروط هي ايه؟ موافقه الكاف على الملعب المقترح، أن تكون حالة الملعب جيدة من خلال كمان النقل التلفزيوني، يبقى مناسب للنقل التلفزيوني والإضاءة، شيء ده مهم جدا. كمان ثالث حاجة، المسافة بين العاصمة والملعب اللي هيتم اقتراحه ما تزيدش عن 200 كيلو متر. بتشوف أهمية هذه القرارات إيه؟ يعني حزين جدا وأنا بسمع الكلام ده. ليه؟ نحن في 2020 لسه بنتكلم عن ضرورة إن يبقى في أضواء في الملاعب. ناس راحت، الناس دلوقتي بتعمل ملاعب في فوق في الفضاء. احنا لسه بنتكلم عن اضواء في الملاعب، وبنتكلم عن ملعب من العاصمه قريب ولا بعيد. فاعتقد ان احنا في الاتحاد الافريقي تاخرنا جدا جدا جدا، واعتقد ان الحرب او المعركه
التي تقاد ضد الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره. اتمنى ان شاء الله باذن الله انها يكون لها نتائج جيده وان يكون في اصلاحات على المستوى الاشخاص وعلى مستوى النظام والسيستم الاداري، لان احنا فعلا قاره افريقيا مليئه بالمواهب، مليئه بالكنوز، وتستحق إدارة أفضل من الإدارات طبعا اللي بتتوالى عليها في الفترات الأخيرة. طبعا، بس في نفس الوقت في الحقيقة قرارات مهمة، لأن فعلا في ملاعب لا تصلح للمباريات في أفريقيا، فمهم أوي أن الاتحاد الأفريقي على الأقل بياخد خطوة يهتم بالملعب اللي هيصير فيه المباريات، يعني مثلا ملعب الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي لو بيدي الجمعية العمومية يكاف حقوقها بدل ما هو بيراضيها عشان ياخد صوتها، كنا شفنا تطور غير طبيعي. احنا عندنا سلعة وعندنا بطولات مهمة ونقدر نسويها بشكل افضل وندي للأندية ديت او البلدان ديت الدعم الكامل اللي يخلي ملاعبها متطورة. لكن احنا بنشوف اللي هو بيلعب على فكرة العوز طول الوقت، وان هو بيراضي ده ومش عارف مين راح يحج مع مين ومين كان سهران مع مين، فبتلاقي الموضوع بيتلم بالشكل ده، فبنفضل متأخرين طول الوقت. لو احنا عندنا إدارة احترافية تدار بشكل احترافي، اعتقد ان افريقيا هتبقى في مكانه تانية خالص. طيب نروح بقى للاهلي، ده شيء مهم جدا. بتشوف ازاي استعداد النادي الاهلي لمباراه اطلع بره هذا الفريق المغمور، ومباراه اكيد مش هتبقى سهله في نفس الوقت، لكن استعدادات اكيد مهمه جدا من النادي الاهلي في اطار الاقبال وبدايه مشوار افريقي مهم جدا وطول الدوري ابطال افريقيا. اعتقد ان من اصعب الاشياء ان انت تواجه خصم مش معروف، ما اتفرجتش عليه قبل كده، ما تعرفش نقاط القوه والضعف عنده ايه، خاصة لما يكون في استهانة كمان من قبل، يعني طول الوقت ما في سخرية من الجمهور أو تقليل من الخصوم، فده بينقل شعور للعيبة إن المباراة مش سهلة، فأنت بتفاجأ إن في النهاية الكرة في أفريقيا تطورت بشكل كبير جدا. في فوارق بين بلدان أو أندية بقالها سنين طويلة وبلدان أو أندية لسه بتنشأ، لكن الفوارق بتقل طول الوقت، وأعتقد إن أي مباراة دلوقتي مش هتبقى سهلة. المباراة في انطلاقة موسم متلاحم، يعني موسم متلاحم مع موسم اخر، ما خدش فتره الكافيه من الراحه، فالمباراه مش هتبقى سهله. مباراه يعني اتمنى ان شاء الله. الفتره اللي خدها اللاعبين مش كافيه فعلا؟ الفتره اللي خدوها بعد في ظل توقف بطوله الدوري وبطوله الامم الافريقيه، الفتره دي مش كافيه شهر تقريبا؟ ما هو مش كافيه لان انت ما فصلتش بشكل كامل. انت بقول لك دايما لما تحب تاخد اجازه ما تفكرش في حاجه، يعني انت طول الوقت لازم ذهنك، يعني الموضوع مش بدني بقدر ما برضه انت محتاج راحه ذهنيه. لكن انت لما بتفكر هرجع من امم افريقيا هقابل الاسماعيلي او هقابل الجونه او هلعب مع مين، مباراه القمه هتحسم الدوري ولا هنحسم قبلها، فطول الوقت لا، ذهن اللاعب كان مشغول، كان بيتدرب ايضا فتره قصيره جدا ما خدش الراحه الكافيه. فاعتقد ان اللعيبه في مصر واللعيبه في الاهلي والزمالك يعني ظلمت هذا الموسم، ما خدتش الاستعداد الكافي، لكن بنراهن دايما على خبراتهم، بنراهن على حوافزهم وطاقتهم و شعورهم بالمسؤوليه تجاه جماهيرهم. هو ده الرهان الحقيقي على لعيبه الاهلي السنه دي وعلى لعيبه الزمالك ايضا. طيب فيما يتعلق بتشكيل النادي الاهلي مباراه اطلع بره، تتوقع التشكيل ممكن يكون ايه؟ يعني الاقرب يعني ممكن محمد الشناوي، تمام، محمد هاني، وعلي معلول، المتولي. متولي انا لسه مصمم ان هو متولي لحد دلوقتي. تمام. متولي، ممكن ايمن اشرف ولا رامي ربيعه؟ رامي ربيعه ما ينفعش. رامي ربيعه ما ينفعش، رامي ربيعه يخرج دلوقتي. رامي ربيعه رامي ربيعه يعني متولي على حساب ايمن اشرف. رامي ربيعه وايمن اشرف. رامي ربيعه انت فكرتني رامي ربيعه. رامي ربيعه وايمن اشرف. تمام، يعني اذا متولي كده مش هيكون من وجهه نظرك يعني ان هو هيبتدي دلوقتي. اعتقد ان هو هيأجل شويه في نص الملعب. حمدي فتحي، تمام، وعمرو السوليه، صالح جمعه. صالح جمعه عشان وليد مش جاهز ولا عشان صالح عشان صالح يبتدي؟ عشان صالح. دي جزئيه مهمه برضه لازم عشان صالح. كنت اتمنى اشوف قفشه جنب صالح، بس اعتقد ان قفشه هيحتاج وقت لسه على ما يدخل. ممكن هنتكلم في حته قفشه وصالح دي بعد ما نخلص التشكيل. مين تاني ممكن؟ رمضان. رمضان صبحي طبعا، وحسين الشحات، وليد ازارو. حسين الشحات، وليد ازارو. طيب ده التشكيل ممكن يكون اقرب فعلا في الحقيقه، لكن البعض يقول لك طب والصفقات الجديده زي مش هتلعب يعني، وفي البعض بيستشهد بيقول لك في اوروبا اللاعب بيجي النهارده بيلعب بكره. لا في حته الانسجام اللي ممكن نكون اتعودنا عليها بفتره من الفترات ولا في الكلام من ده، لكن هل انت شايف ان هم لسه محتاجين وقت نسبي قليل للمشاركه في المباريات، ولا ممكن يكون في جرأه كبيره مثل لاسارتي اللي دفع بيهم ايا منهم يعني؟ بس انا خليني اقول لك ان اللاعب اللي بيجي يلعب بشكل مباشر ده بيبقى موهبه استثنائيه، او في فوارق كبيره بينه وبين اللاعبين الموجودين.
حلو. لكن انا ما عنديش لعيب بيدخل في الاهلي بشكل دايم يكون في فرق كبيره بينه وبين اللعيبه الثانيه، لان دايما لعيبه الاهلي بيبقوا دايما هم لعيبه طوال جدا، فما بقاش في الفوارق الكبيره او الموهبه الاستثنائيه اللي تخضك اللي تقول ده لازم يدخل دلوقتي حالا. فبياخد وقت، محتاج ياخد وقت. واعتقد ان احنا برضو الاهلي ما لعبش مباريات كافيه ومباريات وديه كافيه بعد انضمام الصفقات الجديده فاعتقد لا لسه محتاجين بعض من الوقت. اعتقد ان لاسارتي مش هيغامر قوي، لكن الفكره في انه هل لاسارتي في خلال فتره الاعداد قرر انه يتحول، يعني يعمل التحول في طريقه اللعب، ولا هيلعب بنفس الطريقه؟ لو قرر التحول ممكن نشوف وجوه جديده بتدخل دلوقتي، ممكن نشوف الجانج ممكن بيدخل، ممكن نشوف افشه بيدخل بشكل سريع. لان لو حول الطريقه لايه؟ لو اللاعب لعب ارتكاز واحد لو هيبقى حمدي فتحي وعده في الارتكاز، وهنلعب باثنين قدام حمدي فتحي ساعتها تقدر تلعب بافشه وصالح. ولازم، يعني انا شايف ان السنه دي افشه وصالح ومعانا محمد محمود راجع وكريم نيدفيد، احنا عندنا اربع ادوات في العمق هنا، اثنين موجودين واثنين على الدكه تقدر تغير بيهم في اي وقت. ضروري جدا ان انت تزود عدد اللاعبين المبتكرين في المرحله الجايه، لانها كانت ام الازمات في الكره المصريه الاعتماد على اللاعب النمطي في الارتكاز. فالنهارده جه وقت التحول، ولازم النادي الاهلي يخوض مغامره التحول، لان دايما الاهلي اللي بيخوض المغامره في التحول وبعدين الناس كلها بتمشي وراه، ولازم جمهور الاهلي ايضا يبقى عنده الصبر الكافي. الصبر الكافي ان انت النهارده عشان الكوره في الاهلي تتغير وفي مصر تتغير، لازم تبقى واعي جدا حجم التغير ده. تمام، ما تبقاش مستعجل. يمكن البعض ممكن يقول لك طب ما احنا كده هنأثر على الجانب الدفاعي الخاص بنص الملعب، انت هتلعب بواحد ارتكاز وحيد، يعني هو انت النهارده مش معتمد على القوه البدنيه بقدر ما انت هتعتمد على تمركز اللاعبين. فالنهارده اللاعبين اللي قدام حمدي فتحي عندهم ادوار دفاعيه كامله. كويس. انت بتشوف مثلا مانشستر سيتي بيلعب تي بروين وبرناردو سيلفا، الاثنين مهاجمين بشكل كامل ولاعب ارتكاز وحيد. لكن بعد فقدان الكوره انت بتشوف التحول السريع والتمركز، وازاي اللعيبه تكون قريبه من بعض. ده شغل المدرب بقى، انت بتحفظ اللاعبين قريبين من بعض، انت بتدافع كتله واحده وبتهاجم بكتله واحده. الهدف من ده ايه؟ ان انت تزود عدد اللاعبين المبتكرين. اي لاعب يقدر يدافع لو المدرب في خلال فتره الاعداد قدر يحفظه ادواره وقدر يرفع لياقته البدنيه، وده دور لاسارتي في المرحله ديت. بعد كده افشه يدافع، صالح جمعه يدافع، اي لاعب في العالم، ابو تريكه كان بيدافع بقوه، جوارديولا قال على ميسي هو اذكى مدافع في العالم. بالفعل ميسي لما بيضغط على لاعب، الدفاع ذكاء، قراءه، توقع، انت بتتوقع اللاعب هيمرر فين او هيراوغ ازاي. فهنا الدفاع مش محتاج عافيه او عافيجي زي ما بيقولوا، بقدر ما هو محتاج لاعب ذكي. انا متاكد ان رمضان صبحي لما يضغط على لاعب رخم جدا وذكي جدا في دفاعه، لان رمضان بالاساس هو مراوغ جيد. فاللاعب الذكي هو اللي يقدر يدافع. يا ريت نكون نشوف الاهلي بشكل جديد ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته او كل المسيره الخاصه بالنادي الاهلي هذا الموسم افريقيا. محليا ان شاء الله الفريق يكون موفق بشكل كبير. يا استاذ سعيد نورتني وشرفتني، والحلقه فعلا كانت شيقه وممتعه جدا. بشكرك جدا يا نجم، ودايما زي ما قلت لك مبسوط جدا لوجودي معاك. اسعد، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، اتكلمنا في ملفات كتيره جدا على الساحه الرياضيه العالميه والافريقيه والمحليه، وكمان اتكلمنا عن النادي الاهلي بشكل مفصل قبل مباراته بعد بكره ان شاء الله امام فريق بيطلع بره. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه قويه في مستهل مشواره الافريقي من خلال هذه المباراه. احنا هنكون اجازه من بكره طبعا الوقفه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وهنكون اجازه لحد ثالث يوم العيد، هنرجع من يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله، ونواصل مع حضراتكم حلقات كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا رابع يوم العيد وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.